بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف نبيه سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي الزهراء محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العلي العظيم. أسعد الله أيامنا وأيامكم بولادة عمتي ولي أمرنا وحبيبة قلب إمامنا الحسين السيدة الطاهرة العظيمة المبجلة رقية عليها كل الرزانة والوقار. مقدمة وجيزة أيها الأحبة لبحثي في هذه الليلة، ونترك المجال إلى الإخوة الرواديد حتى يشنفون أسماعنا ونصغي لهم لما قيل عن مولاتنا الطاهرة رقية عليها أفضل الصلاة والسلام في دقائق وجيزة في هذه الإطلالة. كل ما في الكائن وما يكون فيه، أرجو الإصغاء جيدا، كل ما في الكائن وما يكون فيه هو على حقيقتين مهمتين مبنية، كما يقول علماء الكلام. هناك حقيقتان يمكن الإنسان أن يتقرب أو لا يتقرب إليهما. أولهما هي حقيقة كلية لا يمكن للإنسان أن يأخذ من هذا العالم شيئا إلا أن يطلب معرفة كاملة شاملة بها، بخلاف الحقيقة الثانية تعطيك من نفسها ومن معرفتها ومن طاقاتها ومما عندها دون أن تطلب منك أي معرفة. الآن أمثلة كثيرة بين أيدينا، مثال واحد: القمر الذي يقول في علم الفيزياء وعلم الرياضيات أيضا وعلم الفلك أن القمر هو الذي يسيطر على البحر والمحيط، من خلاله يصبح الجزر والمد. وتعلمون وتعرفون ما فائدة الجزر والمد في البحور والمحيط، لكن هل بحاجة إلى معرفة لعلم الأفلاك حتى نحن نعرف ما هو القمر وأين مدى القمر وأين محتوى القمر حتى من خلال معرفتنا يعطينا الفائدة؟ كلا، القمر يفيدك دون أن يطلب منك أي معرفة. التفتوا جيدا، الشمس تفيد الناس جميعا. إذا عرضت نفسك لحرارة الشمس تعطيك من فائدتها وتعطيك من ضررها في نفس الوقت دون طلب أي معرفة، لا تحتاج إلى معرفة. مثال قرآني جميل، التفتوا جيدا، القرآن الكريم يذكر هالحقيقتين الكونيتين فيه، أي في القرآن الكريم،
في مكان رب العالمين يبين للعالم، يقول هناك أشياء مو بحاجة إلى معرفة. أكو أشياء أنت أيها الإنسان اللي تمشي على وجه هذه البسيطة، على وجه هذه المعمورة، يمكن لك الاستفادة منها دون أن تطلب منك تلك الأشياء معرفة. ما يحتاج إلى علم، ما يحتاج إلى خلفية، ما يحتاج إلى معرفة. يقول القرآن الكريم في مسألة النحلة والعسل، العسل بأنواعه، بأشكاله، بأصنافه، يقول عنه القرآن الكريم فيه شفاء ماذا؟ للناس. قال مطلق، ما قال فيه شفاء لبعض الناس، قال فيه شفاء للناس، أي أن العسل يعطي الشفاء لجميع الناس بما فيهم الكافر والفاسق والفاجر، بما فيهم المؤمن الصالح الورع التقي والمعصوم، دون طلب المعرفة. ما يحتاج إلى معرفة، فيه شفاء للناس، كل الناس. كل واحد اليوم إذا يريد يستشفي بالعسل يمكن له أن يستشفي به. طيب، لكن أكو حقيقة ما يمكن للإنسان مو يأخذ منها شيئا، لا لا لا، ما يتمكن يتقرب إلها دون معرفة، ما يتمكن يأخذ منها دون معرفة، ما يتمكن يطلب منها دون علم ودون خلفية. لا، ومو معرفة 99%، 100% يجب عليك أن تكون عندك معرفة بها. شنو القرآن الكريم يقول؟ القرآن هو، شوفوا ضربنا مثال الاستشفاء بالعسل، نضرب أيضا مثال الاستشفاء بشيء آخر في القرآن الكريم. لكن العسل شنو قلنا، يحتاج معرفة ولا ما يحتاج؟ ما يحتاج. الحقيقة الأولى، القرآن الكريم يقول يحتاج معرفة كاملة شاملة محيطة 100%. من جملة الاستشفاءات هو الاستشفاء بالقرآن الكريم. القرآن الكريم قال وننزل، كملوا معي، من القرآن ما هو شنو؟ شفاء ورحمة لمن؟ للمسلمين، للعالمين، للمؤمنين. دقق معي، مو للعالمين، مو للمسلمين، مو للناس. إذن شنو الفرق بين القرآن، الاستشفاء بالقرآن، وبين الاستشفاء بالعسل؟ العسل فيه شفاء الناس، يعني العالمين، كل واحد، كل من جاء إلى هنا، كافر، فاسق، فاجر، ظالم ومؤمن، يستشفي بالعسل. لازم يكون فرق ولا ما يكون فرق؟ لا، فرق كبير. يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، يعني ضيق الحلقة. القرآن مو كل واحد يقدر يستشفي به. بعدين شنو يقول القرآن تكملة الآية؟ شباب دققوا معي حتى تعرف مكانتك، تعرف وين أنت، تعرف في أي مكان أنت تصب الخدمة، في أي مكان أنت تخدم، في أي مجال أنت تخدم، على من تبكي وتلطم وتنوح. أعرف الآن من هنا سوف نكشف حقيقة باهرة عظيمة. يقول القرآن الكريم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شنو؟ المؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا شنو؟ خسارة. عجيب، سيدنا واحد يقرأ القرآن الكريم، القرآن يزيد ظلم، يزيد جور، يبعده عن الله، هذا القرآن. أكو واحد لا يؤمن بالله، لا، لا يؤمن بالرسالة، لا، لا يؤمن بأئمة أهل البيت، لا، لا يؤمن بفضائل أهل البيت ومناقب أهل البيت ومصائب أهل البيت.
هذا الإنسان إذا يقرأ القرآن الكريم، والقرآن ينفعه أو لا ينفعه، لا، بل كلما يقرأ القرآن القرآن يلعنه. ربتان للقرآن والقرآن يلعنه. طيب الآن هذه مقدمة أصغيتم جيد. التقرب إلى الله تعالى كذلك، إذا القرآن ما يمكن للإنسان يفتح القرآن دون معرفة، أنتم عندكم المعرفة. المعرفة ما هي؟ المعرفة ما هي؟ خلاصة المعرفة في ثلاثة جمل، فيها كلام كثير. خلاصة المعرفة بالله تعالى في ثلاثة جمل: إطاعة الله، إطاعة رسوله، إطاعة أولي الأمر، يعني الأئمة ميامين المهديين الطاهرين من علي بن أبي طالب إلى المهدي من آل محمد. هذا القرآن الكريم، فما بالك التقرب إلى الله تعالى؟ يمكن لي أن أصلي؟ يمكن لي أن أزكي؟ يمكن لي أن أذهب إلى الحج؟ يمكن لي أن أعبد؟ أنا أقول أعبد الله في بيت الله الحرام بين الركن والمقام، حسب ما وردت في الروايات، أطهر بقعة. ولو أننا نخالفهم نأتي بروايات أخرى أن أطهر بقعة هي كربلاء الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، لكن أشرف بقعة في مكة المكرمة بعد كربلاء المقدسة، لو عبد الله ليله نهاره دون معرفة، دون معرفة، مو الله ما يتقبل منه، يا ليت الله ما يتقبل. المشكلة مو في القبول أو عدم القبول، يروح يصوم صائما الدهر كله، قائما الليل كله دون معرفة، عنده فت خلل، فت ثغرة في المعرفة. المسألة أيها الأحبة مو فقط لغير أتباع مذهب أهل البيت، لا، وحتى لأتباع مذهب أهل البيت، المسألة عامة. الإيمان كامل لازم يكون، واحد زائد واحد اثنين، ما عندنا مجاملات في مسألة العقيدة. نحن مسألة العقيدة هي التي تعين مصيرك دنيا وآخرة، لذلك أنا ما أتساوم عليها. أنا أصلي وأصوم وأزكي وأحج، لكن أكو ثغرات في إيماني، في معرفتي بالله، مو فقط الله ما يتقبل مني، لا، طبعا الذي له ولاية أمير المؤمنين حسابه يختلف. الذي له ولاية أمير المؤمنين بما فيه من الذنوب حسابه يختلف مع غيره، لكن الكلام هنا المعرفة. الله مو فقط ما يتقبل منه، بل يزيده إثما وإثما وإثما حتى يبعده عنه. الحسين سلام الله عليه، أنا أؤمن بالحسين. شو يلتفت؟ يريدون ليطفئوا نور الله. كمل معي. شنو؟ بأفواههم، يعني بكلامهم، بكلماتهم، بكتاباتهم، بما يصدروه من البيانيات، بما يبثوه من أفكار مسمومة عبر الفضائيات. والله متم نوره ولو كره تعبير القرآن، ولو كره الكافرون. خليه يتألم، يتأذى. كافرون هنا فيه معنيان، يعني الذي يكفر بالله تماما، والذي يكفر بما أمر به رسول الله والأئمة عليهم السلام، هذا أيضا كافر. الذي لا يؤمن بما قاله الحسين سلام الله عليه، لا يؤمن بما قاله علي عليه السلام، لا يؤمن بما قاله الحسن عليه السلام، فهو كافر. كافر. الحسين سلام الله عليه له طفلة صغيرة، وهذا التعبير أنا أعتذر أنا أقول، إحنا
احنا ما عندنا شيء باسم حقيقة. ودائما اذكر هالملاحظة، شباب التفتوا لها، انا حتى اذكر هالملاحظات على المنبر دائما، اقول احنا ما عندنا شيء باسم صبي وصغير وطفل في قاموس اهل البيت وابنائهم ابدا، ما عندنا، انما عبارات مجازية، والمعذرة منهم لما نحن نعبر، لانه في بعض الأحيان لتقريب المعنى نحن نعبر هذا المعنى. وإلا رقية بنت الإمام الحسين سلام الله عليها نقول عنها صغيرة، هي صغيرة في العمر، عاشت يقارب 1500 يوم. رقية بنت الإمام الحسين احسبوا عاشت يقارب 1500 يوم فقط، تقريبا 4 سنوات 5 سنوات، لكن صنعت ثورة عظيمة. بعد شهادة الحسين ظنوا أن الإمام الحسين قتل، انتهى كل شيء، قتلوا الحسين خلاص كل شيء انتهى. خرج صوت آخر للحسين باسم رقية. ولهذا يكفيها ويكفينا، لا يكفيها، يكفينا معرفة شيء منها، أن طاغية زمانها يزيد. يزيد تعرف منه؟ خلي 1000 صدام ضغطة يصير واحد مثل يزيد. يزيد الحثالة. يكفينا معرفة بها، بس هذا يكفينا فقط، اترك نسب السيدة الطاهرة المبجلة الحوراء رقية عليها السلام، عظمة وفخر، لكنها يكفينا أنها زلزلت عرش طاغية زمان بأنة لها أبه. قالت عمه: أنا أريد والدي الحسين، أين والدي؟ يزيد ما تمكن، كان نائما، استيقظ من نومه، ولذلك صنع بها، ما أحب أقرأ مصيبته، ولو أبناء الحسين بنات الحسين، هو الحسين سلام الله عليه ذكره مصيبة. لما نذكر الإمام الحسين في الرواية عندنا: إذا تريد تعرف أنك مؤمن أو غير مؤمن تنادي ثلاثا: يا حسين، تشوف اغرورقت عيناك، احترق قلبك، خلص. اسم الحسين بكاء مصيبة. بس أنا مو بصدد أنه أذكر مصائب السيدة الطاهرة، شواهد مجرد. ولهذا يزيد ما يعرف هذه بنت عمرها 4 سنوات، يعرف ولا ما يعرف؟ قال: لمن هذا الصوت؟ شوية تأملوا في المقاتل، فيها عبارات مهمة أيها الأحبة. لمن هذا الصوت؟ لمن هذا الصوت؟ فقالوا له: يا أمير، هذه طفلة للحسين قد قامت من نومها وهي تطلب أبوها. شاف ما يمكن أن يسكتون هذه الطفلة، هذه مو طفلة صغيرة، هذه مو طفلة صغيرة كأطفالنا الصغار، لا، هذه مثال للحوراء زينب، مثال لفاطمة الزهراء، تبين مقام الزهراء بكلماتها، تبين عظمة الزهراء بحجابها. ولذلك في الأسر يذكرون أرباب المقاتل أنه حينما كانوا يضربون بنات علي وفاطمة
على رؤوسهم كانت تأتي رقية ابنة الحسين تلوذ بعمتها زينب. هذا شنو يعني؟ والله عجيب. شنو يعني؟ مثال، مثال، مثال رائع. واحد لا يقول مجرد رقية بنت الحسين ويذهب لا لا لا. ولهذا جاء البعض وتعمد فجعل سبابته على حياتها فقال أنها ليست ابنة الحسين، يعرف مكانتها، يعرف أن هذه السيدة التي لها من العمر 4 سنوات صاحبة ثورات، ثورة، ثورة عظيمة صنعتها في الشام، والأمر كان مخطط أيها الأحبة وواضح. ولذلك يزيد ما قال سكتوها هدئوها، يعرف هذه ابنة الحسين التي صارت صوتا للحسين بعد مقتله في الشام. يسكتون الحوراء زينب تخرج سكينة، يضربون سكينة تخرج رقية، صانعين ثورات. هناك قال أنا أعرف كيف أسكتها، أنتم ما تعرفون. قال أنا أعلم كيف أسكتها، أعرف جيدا. فسكت نفسها لكن ما سكت صوتها. صوتها يتلعلع إلى يومنا هذا. رقية ليطفئوا نور الله، هذه نور الله رقية سلام الله عليه. اقرأوا المعاجز التي صدرت وتصدر منها، اقرأوا ما صار للسيد العاملي مع السيدة الطاهرة رقية سلام الله عليها وما رأى من الرؤى والرؤيا. ولهذا السيدة صانعت ثورات، يزيد عرف بذلك. قال هذا ما يمكن بأية حالة الآن تقلب الأول والآخر على رأسي كما قلبت على رأسه بآه واحدة. قال خذوا إليها برأس أبيها. درس أخير أيها الأحبة، أو درس آخر وليس بأخير، من مدرسة السيدة المبجلة فاطمة المسمات برقية، هي سمية الزهراء سلام الله عليها. وأنا سمعت من أحد المحققين حينما جاء بعضهم قبل عام وادعى، كما أنه في كل زمان، إحنا في كل زمان بحاجة إلى أمثال يزيد حقيقة، حتى يبين مقام أهل البيت سلام الله عليهم حينما يلتجئون إليهم الناس. قال البعض هذه ليست رقية بنت الحسين، وإنما هي رقية ثابتة في التاريخ، مع أن هناك مصادر تحكي لنا قبل 1150 سنة للشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه عن حياة السيدة رقية سلام الله عليها وولادتها في 58 أو 57 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وتفاصيل حياتها. لكن ذهبت إلى أحد المحققين في قوم المقدسة، واحد من أبرزهم،
فسألته عن حياة السيدة رقية سلام الله عليها، ليس هناك شك، إنما أريد أن أطلع أكثر مما لها من فضل، مما لها من مقام. فذكر هناك شطرا واسعا وكبيرا استغرقت هذه الرحلة يقارب ساعة ونصف. آخر المطاف ذكر لي، قال: إنما سميت رقية برقية، رقية اسمها فاطمة. من عادة الإمام الحسين سلام الله عليه أن يسمي جميع أبنائه الذكور بعلي، حبا لأبيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وجميع أولاده الإناث بفاطمة، حبا لفاطمة الزهراء سلام الله عليها. فاطمة الصغرى، فاطمة الصغيرة، فاطمة الوسطى، فاطمة الكبرى، هؤلاء هم أبناء الإمام وبنات الإمام الحسين سلام الله عليه. قال: لكن رقية لها اسم آخر سماها الإمام الحسين، اسمها فاطمة، جعل لها اسما آخر رقية لرقتها. هذا بمعنى كبير، رقيقة. ولهذا اقرأ في التاريخ، سامعين شباب، يقولون كلما كان الحسين وقت الصلاة، دائما وقت الصلاة كانت رقية عند والدها الإمام الحسين. ما كان يصلي الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام إلا أن تفرش لأبيها السجادة، سجادة الصلاة، العبادة، حنونة. أنا أقول كلمة أخيرة أيها الأحبة، كلمة أخيرة أقولها وأختم الحديث، والله يعلم ما أحببت أنه أتطرق على هذه الأمور، لكن سبحان الله، رقية قلنا لرقتها، يعني لرأفتها، لشفقتها لأبيها الإمام الحسين سلام الله عليه. وروحوا لاحظوا في القاموس العربي الآن، هذا حسب تصور بعض المحققين، لكن نأخذ رؤية علمية. معنى رقية قلنا الرقيقة، الرقيقة ماذا يعني؟ يعني رقيقة الجلد، التي جلدها رقيق. يعني ماذا؟ يعني إذا أصهر عليها الشمس يتغير ألوان جلدها ووجهها. وكان التركيز على هذه السيدة، ولذلك حينما احتضنت رأس والدها الحسين قامت تخاطبه: أبا حسين، أتعلم ماذا صنعوا بنا؟ وشكت لأبيها حالها. أسأل الله تعالى بعظمة هذه السيدة، بقدر هذه السيدة، بمكانة هذه السيدة التي هي مثالا لنا في الورع، مثالا لنا في التقوى، مثالا لنا في أنه كيف نكون أحرارا، مثالا لنا كيف نتفانى بحب إمامنا. طفل عمرها 3-4-5 سنوات لما ترى رأس إمام زمانها ماتت على الرأس. هذا يعطينا درس كبير أيها الأحبة، كيف تتفانى في حب إمامك الحسين خاصة. لا عليك بالقال والقيل، كن حسينيا حتى تكون في زمرة سيد الشهداء. سأل الله تعالى أن يرزقنا زيارة هذه السيدة دنيا قريبا عاجلا كلمح البصر.
وزيارتها وشفاعتها برزخا وآخرة وقيامة، ومجاورتها ومجاورة أبيها الحسين وإخوتها وأبناء إخوتها في الجنة بحرمتها وعظمتها وبركاتها، وبحرمة الصلاة على محمد وآل محمد.